هذه هدايا القبائل الصحراوية من الداخل حتى لقدير. كل سنة كيجي كل سنة كيجي القبائل جايبة هدايا كنستقبلها. كانوا وصلوا واحد المجموعة ديال 30 20 30 فاريابل هادشي. كانوا وصلوا 20 30 ان شاء الله الحمد لله زايلة يعني انه جمل. كيكونوا من اولا كيكون في مواصفات اللي راحت المواصفة الاولى على انه كيكون من لا فالور ديالو كيكون من اغلى الجمال. والمسألة الثانية على انه الجمال كتكون كيتم اختيارها بعناية يكون في ديك المواصفات. اشنو كان ملي كنوصل دابا كنلقاو قدامنا واحد المبلغ اللي هو كبير ديال مثلا 600,000 درهم 700,000 درهم. هذاك المبالغ كندخلوها للكون ديال الزاويه اللي هو الحمد لله اليوم راه كاين في مبالغ طائله كندخلوها داخل الكون ديال الزاويه. وكنبقاو هي ملي كان هذا انا تلاميذ الحمد لله المدرسه العتيقه لا جزء من المصاري فقط ان شاء الله لاننا على عقارات الحمد لله. انا ولا كنفكروا في ما هو اكثر عندنا مبالغ كنفكروا على نشتروا عقارات ثانيه في اماكن اخرى باش ان شاء الله باش ان شاء الله الزاويه ان شاء الله. راه قلت لك عندنا الطموح في ان الزاويه نحلوها المدرسه مدرسه العلوم الشرعيه وهذا كيطلب مجهودات السي منير الكتاوي. وكنشكركم على التفاعل وكنشكركم على الحماس ديالكم وكنشكركم على عناء السفر وكنتمنوا على انه كل عام ان شاء الله تبقاو جونا باذن الله تعالى وتحياتي.